محل احلى عصير، محل كويتي فاتح هنا في الخبر، وبمناسبه هلا فبراير في الكويت مسوين عرض هنا اللي هو كل اثنين عصير عليهم عصير مجانا، كل حلا على دلة قهوه مجانا، فلا يفوتكم العرض، صوروا الشاشه الجايه عشان تحصلون عليه. الحين راح نشوف جميع الاصناف اللي عندهم، عصيرات، حلا، قهوه، موقعهم ابد عند كورنيش الخبر ما يضيع. صار ماكدونالدز اللي على الكورنيش على يساركم، تاخذون يمين مع المركز التركي. يجيكم على اليمين يعني. بسم الله ندخل احلى عصير. طبعا جيتهم من زمان، زرتهم اول ما فتحوا، اليوم عاد نعطيكم فكره تفصيليه عن الاصناف اللي عندهم، الميني بانكيك والكريب والوافل. العصيرات ابد تدلع بس، اما الايس كريم انواع اشكال. وهذا احلى عصير، هذا الاشهر عندهم، بات الرمان، وبعدين كذا طبقه من العصيرات. بعدين حطينا طبقة ايس كريم، نختمها بالفراولة. من ابتكارات احلى عصير عندهم هنا الكندر ايس كريم واللوتس ايس كريم، وهذا البابلز ايس كريم، هذا بالفراولة وهذا بالتوت الازرق، وهذا لزيرق، عصير اسمه زيرق توت ازرق مع ايس كريم. اللي بيحلي ابد عنده الكريب، الوافل، الميلي بانكيك، معدلة القهوة هذه مجانا، اي حلا من هذول خذ معدلة مجانا، او حتى اذا تبي كابتشينو او قهوة فرنسية تقدر تاخذها مجانا مع اي حلا من الثلاث انواع هذه. حط الصوص على الكريب كاسترد. نجي للميني بانكيك. لا تقول لي دايت ولا رجيم، تعال متع نفسك هنا وتقهوى. ثلاث انواع الحلا عندنا اليوم في احلى عصير اللي هو الستيك. و إذا عندكم مناسبة أو عندكم حفلة وماخذ كمية كبيرة من العصيرات أو الأيس كريمات، يحطونها لك في الفلين هذا أساس تكون باردة. أنا عندهم جوالين بعد عصيرات، بعدهم تجي على اللمبات القزاز هذه بالشكل هذا. الحلو في أحلى عصير أنهم يفتحون من 8 الصباح إلى 1:30 الليل، يعني أي وقت تبي قهوة، تبي أيس كريم، عصير، تبي حلا، جو، تبي هنا في خدمتك. استفيدوا من الخصم أو من العرض إلى يوم الأحد القادم. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير. Thank you.